هل تظن أن الحب مخلداً وأنه لا يعاش إلا مرة واحدة فقط؟ تلك الفكرة وذلك الوهم سيجعلونك تقاتل الحياة وتتخلى عن عقلك كمن حفظ الفكرة دون أن يفهمها. أن تكون مخلصاً لمن أحبه قلبك في زمن ضاع فيه معنى الإخلاص، أن تقدم روحك بكل سهولة إن لزم الأمر في زمن كثرت فيه الضحية أكثر من التضحية.